النص الثاني اللي عندنا او الجوينت الثاني اللي عندنا هو من اهيه الجوينتس الموجوده اللي هو الالبو. بخش في الجوينت بقى الايه اللي معقده شويه اللي هو الالبو والني والانكل. اقولهم مش في ان هم معقدين. اقعدهم ان فيهم اماكن كتير هتتحس. فعشان ما انساش بقسم الجوينت انكيلو وسيلو للميديا لاتيرال. كل واحد من دول في ستراكشر او اثنين بفحصهم. تمام؟ فلو بدات ابص لما بدات ابص على اول حاجه عندي اللي هي الايه؟ هاخد انتيرو مثلا. هاخد انتيرو. طبعا الفحص سهل ومش عارف ايه وكامل ايه؟ مش اي مشكله بس هبدا ابص. كل المصر في السيستم البوزيشن فيه كروشيال. لو حضرتك استهونت بالوضع مش هيطلع لك حاجه في الاكزام. او هتعمل الاكزام غلط. اما اجي اقول لحضرتك انتيرو، الانتيرو لازم يكون العيان قاعد فارد دراعه. لو عمل دراعه كده مش هيعرف يجيب حاجه. تمام؟ فالعين قاعد قدامك وفارد دراعه. لما يفرد دراعه ادي الجوينت اللي يهمني. ومره ثانيه بس كام مره ال اس بس كام مره بي اس. زي اي جوينت تاني بشتغل عليه. لما اشتغل عليه بص على ايه؟ اللي يهمني فيها اكتر حاجه هي البايسبس. البايسبس تندون هو اهم حاجه. وقد يكون البايسبس ده هو اصعب تندون ممكن تدور عليه في الماسكو سكيتال سيستم. ليه؟ لان هو اوريدي واخد كيرف عادي. هو عشان ينزل ياخد انسرشن هو اوريدي عامل انجل. وصعب ان حد تعدل الانجل عشان تجيبه بالبنديكلا عادي. فبيبقى صعب شويه لكن بتشاف. طيب ما ابدا ابص عايز ابص على ايه؟ مره ثانيه مين ده؟ ايه اللي هو التحتاني ده ايه؟ بون العظمه يا هيومرس يا نيجس وانا ده انهي واحده فيهم؟ هيومرس. ليه؟ لانها واخد شكل التروكلا باين معايا. التقسيمه بتاعتها ايه؟ طب ايه الخط الاسود اللي فوقها ده؟ كارتش ارتكل سيرفيس. ايه الحاجات دي بقى كلها؟ دي تندون ماسلز وكان من ده فريش تيشو. مين ده؟ انهي اسمه؟ بريكيال. حلو قوي. يبقى مره ثانيه ده بريكيالس ماسل. ده عندي نيرف وارضي وتندون. تمام؟ يبقى مره ثانيه نيرف وارضي وتندون. هبدا ابص مره ثانيه اللي فيه فيسكال تانيين. حلو قوي. ده يبقى الثالثه تندون. ماشي؟ هو التندون ده هينزل يعمل اكسشن فين؟ في التيوبيكلي بتاعت الريبيس. يدير الريبيس تيوبيكلي او تيبروستي. يبقى حضرتك مره ثانيه بتقف وتبص عليه مره تي اس ومره ال اس. بادي المصر بتاعتي وادي السندروم بتاعي اللي انا بدور عليه. اهو. مين دي؟ ها؟ انا واقف هنا، شايف انا واقف فين؟ ريبيس. اللي ماسك واخد زاويه عاليه وراح نازل ماسك في الريبيس دي مين؟ اجيبه لك تاني كده ها؟ ده التندون. لونه جراي، لونه جراي واخد زاويه. وصعب نعدل مقدار الزاويه، الزاويه بتاع 45. صعب نعرف اصلحها بالجروب بتاعي. في الحاله دي هعتمد على ان السايز بتاعه تقريبا واخد نفس الكاليبر. ما فيش حواليه فلويد. مره ثانيه هو من التندونز الصعبه في الاكزام بتاعي ايه في الماسكو سكيتال سيستم. يا مره ثانيه ادي التندون بتاعي اهو اللي الناس عامل سيرشن فيه الريجلز. يا مره ثانيه اهو ده التندون ده ايه؟ التندون البايسبس تندون. في بعض الاحيان ممكن احاول اجيبه من هنا اهو. سليم؟ تحاول تطلع معاه وتنزل معاه لغايه ما توصله لغايه التوبيرك بتاعت الريديس، يبقى هو ده البايسبس تندون. اوكي؟ اهو. يبقى ده مره ثانيه لور اند هيومرس وعليها ارتكيولار سيرفس. ودوت ريديس وعليها ارتكيولار سيرفس. يبقى دوت الاناتومي بتاعي اللي ببص عليه اهو التندون بتاعي. واصل لفين؟ مره ثانيه نازل موصلني لغايه الايه؟ التوبيرك بتاعت الايه؟ الريبس. مالور اند هيومرس. شايفين ده؟ مين ده؟ تروكليا. ايه ده؟ ايه ده؟ ده الاساس اللي هنا، التأويلة اللي هنا. اتفقنا امبارح اوعى تقول ايروجن على التأويلة اللي قدام في اللور هيومرس ولا اللي ورا. في عندي حاجة اسمها انتيريور ريسيس وحاجة اسمها بوستيريور ريسيس. اللون اللي جوه ده ايه؟ لونه ايه؟ أبيض. أبيض ده بتاع ايه؟ لون ايه في الـ في, الـ في السيستم بتاعي كله؟ لون فات. فات. خد بالك لو ما بقاش ابيض بقى اسود بقى اسمه عندنا اسود في باسكوس كده ايه؟ مصر لا. يا فلويد يا اما
سينوفيوم. حلو قوي. يبقى حضرتك لو لقيت الحته دي اللي هي المثلثه دي مش بيضه لونها اسود بقى فيها سينوفيوم زي دي. عنده سينوفيال سيجننج بقى فيه سينوفيوم. يبقى ده غلط. يا مره ثانيه المفروض ان يكون لونها ابيض، لو لقيتها بقت سودة بقت غلط. ده الفرق بين النورمال والاب نورمال. ده عيان نورمال، ده عيان عنده سينوفيال سيجننج. تمام؟ طيب. سينوفايتس او سينوفيال سيجننج. كلمة ايتس بقولها لما الاقي فيها كلر. لو لقيت من غير كلر بكتبها سينوفيال سيجننج. او نون اكتف سينوفيال سيجننج. تمام؟ لو لقيت فيها كلر تكتب لي ايتس. تمام؟ ممكن يبقى معاها فلويد. بس هنا بالصورة دي لا. بس ممكن يبقى فيه فلويد. عادي السينوفيوم وفلويد ممكن. عادي. اتفقنا الكلر يا اما نقطه نقطتين يا اما مالي اكتر من 50% بقى جريد سيفير، اقل من 50% بقى مودريت، بسل او اتنين بقى مايلد. تمام؟ وعاده في الناس بتوع الروماتولوجي بيعملوها 1 2 3 زيرو مفيش، واحد بسل او اتنين، اتنين اقل من 50% من التشو فيه فاسكولاريتي، ثلاثه اكتر من 50% من البسل من التشو فيه فاسكولاريتي. انتيرور خلصناه. لاترال وميديال ستراكشر واحد هو الكومن تندون. يعني ايه كومن تندون؟ العيان قاعد في وضع الايه الجوله انا عامل كده وصباعه لازم يكون عامل كده. تمام؟ وده تحكم ماشي هنشوف دلوقتي جوه. خدوا بالكم انا بدور على مين؟ انا بدور في اللاترال على الكومن اكستنسور تندون. كومن اكستنسور تندون اللي هو ماسك في الايبوكوندايل حضرتك في عظم كده في الجنب. ماشي؟ الكومن اكسن ايه؟ اللاترال ايبيكوندايل اللي ماسك فيها الكومن اكسنسور. انا قلت بدل يعمل كده سيبه يعمل اللي هو عايزه. فقام العضله اللي هنا راح اعمل كده. العضله بقت فين؟ احنا جوه. فقط بقى دور لي على الكومن بين. ما بقاش موجود. فقط دور ما تلاقيش تهنا. ما بصش كده زي ما قلت لحضرتك ماسكوس كليتر تركات قد كده. حضرتك يعني ما بصش كده اعمل قاعده عيان خليه يعمل كده. يعمل يعني كده عشان ايه تعرف بس هو متاكد ان العيان حاطط ايده صح. فانا قاعد كده خلي صباعك كده لفوق اهو قاعد. يبقى احط البروب بتاعي على الايبيكوندايل وعلى الاكسس ده. ما تجيش تحط لي بروب كده ما عملناش حاجه. ما تجيش تحطه كده ما عملناش حاجه. يبقى انا واقف على الايبيكوندايل وحته المصل الكليش ده اهي. حط بروب على الاثنين. لازم اشوف الايبيكوندايل. ليه؟ ما انت لو ما جبتش الايبيكوندايل انت واقف على اي حته. كله شبه بعضه. مش اعتبرنا ان في ماسكوس كده كله شبه بعضه ما عدا انك تكتب لي حته علامه. فمره ثانيه علشان ما تخشي يبقى حضرتك لازم تكون جايب لي البروب واقف على اللاترال ايبيكوندايل. طبعا برضه عشان ما ننساش لاترال في حرف تي، كومن اكستنسور في حرف تي، تنس البو في حرف تي. عشان هتقعد تفكر بعد شويه هو مين التنس البو ومين الجولف البو. اوقات يبعت لك ورقه يقول لك جولف البو. يعني هو مين الجولف البو ولا بتاع. فلاترال ايبيكوندايل معاها اكستنسور معاها تنس ميديال معاها جولف معاها فلكسور. اوكي؟ يبقى عارف الوضع ده ادي الايبيكوندايل اللي ماسك فيها الكومن اكستنسور. يبقى حضرتك تحط على ايبيكوندايل ولازم تكون جايب الايبيكوندايل في الصوره وجايب معاك الايه؟ الجوينت بتاعك. يبقى عايز اشوف الكومن تندون واشوف السينوفيوم بتاعي واشوف الجوينت. مين دي؟ العظمه انت حاسسها بايدك. ده اللاترال ايبيكوندايل. مين دي؟ كل دي هيومرس. مين دي؟ هيدو فريدس. سهلة؟ يبقى حضرتك لو واقف كده حضرتك شايف اللاترال ايبيكوندايل بالهيومرس وادي الريديوس وادي الجوينت بتاعي المثلث ده اللي حبة منه ابيض وحبة منه اسود اللي يهمني فيه الجزء الابيض ده اللي هو التندون. خد بالك انا التندون عندي انواع. تندون طويل زي بتاع فليكسور من هنا لغايه هنا قد كده وتندون قد كده. الادكتور كومان اكستنسور كومان فليكسور حته تندون صغير وبعدها فليشي مش تندون طويل كده. فعشان كده هنا هتلاقي ان التندون حاجه صغيره قوي. لكن المهم ان هذا التندون لازم يكون لونه ابيض. لو في حته في التندون دي سودة يبقى عندي يعني عنده لاترال ايبيكوندرايتس. خلصت. يبقى مطلوب منك تحدد مكانها قاعد عين صح تحط البروب تكتب التندون تقول ان هو ابيض اتس نورمال. لو مش ابيض بقى هايبوكوت بقى ايتس لاترال ايبيكوندرايتس.
تشخيص على طول. يوم مره ثانيه وانت شغال ادي هيومرس وادي ريديس وادي التندون بتاعك، تندون بفليش. مره ثانيه الجوينت التندون بتاعي وابص عليه اقول اذا كان كله نورمال ولا في حته هايبر. حته هايبر لا تلاقي بالدرايس على طول. ما فيهاش ديفرنشال ديجنوزيس، هو كده. تمام؟ ها؟ التندو من اول هنا لغايه هنا. كل ده. كومنتس اللي شايفين الدايره السودا دي؟ ايتس. ها؟ مجموعه تندو كومن اكستنسور تندونز. الاورجن بتاع الكومن اكستنسور تندون الاورجن بتاعه. تمام؟ يبقى مره ثانيه ببساطه شديده القصه اسمبل ازات. هتدور لي على التندون وتقول لي اه ولا لا. سليم؟ ده وده الجوينت بتاعي. الايه؟ مره ثانيه التندون حلو؟ ظريف جدا. ظريف جدا. خد بالك الصوره دي مش هتطلع لك اللي انت كنت جايب معاك الايبوكوندايل في الصوره. لو حضرتك مش جايب الايبوكوندايل الجدع يطلع التندون. وبالتالي هتقعد تدور وتطلع لك هلاوس تقعد تقول اصل ده ابيض واصل ده اسود من غيرها مش هتكلم. اوكي؟ يا مره ثانيه ده الجوينت بتاعي ده التندر بتاعي قال الجوينت قال التندر. ممكن يكون في اس او ممكن يكون في اس بس الداتا بتاعته تبقى اقل شويه ما عنديش لاند مارك. اما اقدم شويه في الشغلانه واعرف اظبط اموري ازاي ممكن اشغل عليه ترانزفيرس. هيطلع اللي هو ده. بس مره ثانيه خلينا في ال اس احسن عشان ده الشغل الصح. بعد الشغل ده هيبقى لي ميديا هو اللي قلناه في اللاترال هو اللي هقوله في الميديا ما عدا البوزيشن. لو عملت كده مش عارف اجيب الميديا فانا بخلي العين قاعد عامل كده. ليه؟ عشان اكسبوز الحته الميديا. خد بالك ان الميديا ورا شويه. انت تحسها ورا. عشان حضرتك لما تمسك البروب النهارده كلكم هتحطوا لي بروب في جنب الايد اصل هو ميديا. هنا مش ايبوكوندايل، ايبوكوندايل ورا. تمام؟ حضرتك تحط الايبوكوندايل وتخيل التندون بتاعي فين؟ التندون ماشي كده. يبقى البروب هيتحط كده. حضرتك لو حطيت البروب كده مش شايف حاجه. تمام؟ يبقى الايد مفروده والعين بيحط كده حته على الايبوكوندايل اللي انت حاسسها بايدك والباقي على التندون. يطلع لك شكل التندون على طول اهو. حط البروب هنا اهو. العين نايم ممكن يبقى قاعد او ممكن يبقى نايم على السرير او قاعد قدامك مش فارقه معايا. المهم انك تعمل اكستنشن وجايب مكان الايبوكوندايل اهو. ابدا ابص على العيان. عايز ابص على ايه؟ ده اللي بيكون ضيف. كل ده الكومن لكسور هيومرس خلصت هنا. خد بالك هناك الالنا كانت هيد الريديس كانت هيد ماسكه في الايه؟ في الهيومرس. فالدنيا كانت سهله قوي. هنا اقول لك رينون عامل كده. تمام؟ فمش هتلاقي جوينت زي ما كنت شايفه الناحيه الميديا اللاترال. تاني الايبوكوندايل اللاترال كان حلو قوي لان كان عندي هيد ريس عامله كده. ماسك فيها هيومرس عامله كده فمديني جوينت محترم قوي. هنا الكرينو مفيش جوينت ده عضمتين اتنين على بعض. تمام؟ يبقى حضرتك لما تيجي تبص هتلاقي الجوينت حاجه كده هيك قوي خط رفيع قوي. تمام؟ المره الثانيه ده الهيومرس وده الالنا كويس وادي الكومن شايفين التندون اهو كل ده فليش ماليش دعوه بيه كومن فليكسور تندون صغنطوط قد كده ماسك فيه كام مصر بتوع فليكسور. يا مره ثانيه ادي المنظر بتاعي وابص عليه اهو سهل جدا ما عنديش اي مشكله. طيب ده فليش ده مين؟ حاجه ماسكه العظمه دي قطاع ماسكه العظمه دي تبقى ليجامنت اسمه طبعا احنا عندنا بنسمي ميديال ولاترال ما عدا في الابر ليمب بسمي ريديال والنر. ليه؟ عشان ما تقعدش تتلخبط نفسك. ده اسمه النر كولاترال ليجامنت. ليجامنت محترم جدا كل المثلث ده كل المثلث ده الالنا كولاترال ليجامنت. تمام؟ عشان ما حدش يجي يقول لي اصل ده تير في اللي مش عارف ايه التندون هو ده. ده الليجامنت الالنر كولاترال ليجامنت. فين الجوينت؟ الجوينت هنا. شايفين الفتله الرفيعه دي؟ ادي الجوينت. شايفين التندون؟ اهو. اهو. تمام؟ ومره ثانيه ينطبق عليه ما ينطبق على اي ايه؟ تندون بتاعي. اهو. التندون. تأكد بس ان انت واقف عمودي عشان ما تبقاش عامل اريزوتومي.
خد بالك السواد اللي هنا بيروح ويجي بيروح ويجي ده انزوتروبي. لو ثابت يبقى الايه؟ ده موجود. لو بيختفي وبيروح ويجي يبقى انزوتروبي. انزوتروبي ليس له اي قيمه. التندون هو ده، شايف انا حاطط الاحمر ده؟ كل ده التندون. هشيله لك، هشيل لك الاحمر اهو. ده التندون بتاعك. الالنر مثلث ده. هنا ماليش دعوه بالجوينت. اوكي؟ يبقى ده تاني حته شفناها. ما نرد ايه؟ قدام ولاترال وميديال. سيمبل. يبقى لي عايز ابص بوستيريور يبقى خلي العين يعمل كده. عايز اعمل فليكشن 90 درجه. يبقى العين هو قاعد بيحط ايده كده على السرير او على رجله او على اي حاجه بحيث انه يخليه للقلبه 90 درجه اهو تمام. اللاند مارك بتاعتي مين؟ انا عايز ابص هنا على مين؟ على التراي. يبقى ما تقفليش هنا، هنا مفيش تراي، التراي هنا تراي انسرشن في الايه؟ الاوكرينو. يبقى انا عايز ابص على التراي، حط ايده جنبه، حط ايده مش عارف ايه، مش فارقه معايا، المهم ان هو مديني الزاويه 90. بصات شديده العين يحط ايده اهو، حط البروب بتاعك اهو. يبقى حضرتك مره ثانيه هتلاقي ايه؟ هتلاقي الاوكرينون والريسيس اللي ورا اللي مليان فات زي الريسيس اللي قدام اللي كان مليان فات. احط ايدي ابدا ابص على التراي وابص على الفصه وابص على الالنر نيرف. ده الاوكرينون اللي راكب على الهيومرس. ده الهيومرس اللي دخلت تحت الاوكرينون انت كملت هنا. ده الفات وده التراي. شايفين الحته السوداء دي؟ اوعى تقول لي انها سودة الا ما تعدلها. يعني ايه اعدلها؟ يعني مره ثانيه اخلي العيان يعدل ايده. فابدا ابص عليه مره ثانيه اخلي العيان يعدل ايده اهو. تمام؟ بتلاقي الحته دي اتبيضت بقت حلوه جدا، الرسيس ما زال ابيض. ايه راينا؟ ايه ده؟ سينوفيوم فلويد زي ما انت عايز، لكن ده غلط، على الاقل قول لي ان ده غلط. تمام؟ ايس. حلو جدا. ابيض، التندون بتاعي ابيض، كل حاجه عندي ماشيه مظبوط. سليم؟ مره ثانيه القصه اسهل من ممكن اعمله بي اس بس بعد شويه. اما اعرف الدنيا ماشيه معايا ازاي؟ عشان ده ممكن يلخبطني في بي اس. معظم شغلنا بيبقى لونجيتيودنال، ادي التندون اهو. ترانسفيرس. هنا انا ما عنديش لاند مارك اشتغل بيها قوي. اصعب شويه ولكن ممكن ده بعد ما نقدم شويه في الشغلانه. يعني مره ثانيه بشتغل اهو، لو انا عندي ريسيس عمل كده، عندي ريسيس اهو، لو انا هقطع الطن بس كله ابيض، اللي قاعد جوه ابيض. يبقى حضرتك مره ثانيه لو اللي قاعد جواه مش ابيض بقى حاجه غلط. لو اللي قاعد جواه مش ابيض بقى غلط، هو نفس العيان اللي كنا شايفينه في ال اس، هو نفس العيان ده اهو. نفس الكلام هو هو مره ثانيه، ساينوميا حط عليه بلد كل الاحمر بتوع دي. يبقى ايه اخر حاجه اللي هو الالنر نيرف؟ والالنر نيرف ده موجود فين؟ الكريم بتاع ده لو كنا بنشده كده هو ده. حضرتك حاول كده تشد النيرف بتاعك قبل ما تشده اقف بصباعك هتلاقي واقف على عظمتين. عظمه منهم الاوكرينون وعظمه منهم ميديال الكوندايف. عشان حضرتك تحس النيرف اهو عظمتين. سهله؟ حضرتك تروح شايل صباعك وحاطط البروب على عظمتين. اشوف العظمتين في الصوره. تاني الماسكوسكليتال يا اما سهل قوي يا اما صعب قوي. سهل قوي ان حضرتك تحط البروب تجيب العظمتين اللي انت حسيتهم بايدك. لو حضرتك عامل نفسك جامد وماسك البروب تجيب لوحدك مش هتعرف تجيب. تمام؟ يبقى حضرتك لازم اقف احط على العظمتين. اهو ده النرف بتاعي ماشي يعني. احط على العظمتين. اوكي؟ يبقى ادي مره ثانيه العظمتين اهم. شايفين العظمتين؟ مين ده؟ النرف. لو حضرتك ما جبتش العظمتين مش هتعرف تجيب. ميديا الايكوندايف والاوكرين. حضرتك حط صباعك هنا دي الاوكرين اهي. والعظمه الثانيه اللي هي ميديا الايكوندايف. الجروف اللي قاعد فيه الانر جروف اللي قاعد فيه النيرف. تمام اهو. بما ان هو انا مش متاكد اهو. لو حضرتك حطيت معاه ابر ولور اب وورد وداون وورد حضرتك هتقدر تشوف النيرف مدور. طيب تعالى نقول هو ده مش النيرف. مش نيرف. هو ايه ممكن يكون ايه تاني؟ في مصر هنا؟ لا. في ارتري هنا؟ لا. مفيش عندي غير النيرف. بس حضرتك مش هقول هذا الكلام الا لما اكون شايف العظمتين. اهو. وبالتالي ممكن اتحرك معاه زي ما انا عايز اهو. اكمل وياه
زي ما احنا كملنا مع الايه الميديال نيرف ليه بيكمل معايا. تمام؟ لو حضرتك لفيت عليه ال اس هيتفرد معاك ال اس وهتبص تلاقيه بقى كيوب زي الميديال نيرف امبارح ما شفناه. تفرد عليه تلاقيه بقى كيوب نيرف. يبقى انا متاكد ان ده النيرف. عظيم. يبقى ده النيرف بتاعي. يبقى انا كده شفت النيرف بتاعي يتبقى لي اخر حاجه في القصه. الميديال نيرف الار نيرف نعمله دايناميك. ليه؟ في ناس كتير تشتكي تصحى من النوم على ايده منمله الصباعين دول. دول بتوع الميديان. دول بتوع الارنر. في ناس لما تقعد تشتغل كتير يكتب كتير ينام يصحى من النوم ايده الصباعين منملين. خلاص؟ لما يجي حضرتك تقول هذا الكلام حضرتك بتخلي العيان زي ما انت كنت شايفه في الوضع بتاعه اللي هو كان قاعد كده وشايف النيرف يخليه فليكس زياده. لما فليكس زياده هيحصل حاجه من اثنين. يا يعني النيرف هو بيفليكس يعمل اللي هو عايز يعمله النيرف قاعد في مكانه. يا اما هو بيفليكس يروح النيرف سليبنج طلع بره. يتفعس من الايبي كوندايل ويطلع بره. يوم وانت نايم النيرف مقعوص دائما يروح جاي له باراسيزيا وصحيين من النوم هلاقي ايدي منمله. مش هعرف هذا الكلام الا دايناميك. لو ما عملتوش دايناميك راح من العيان. فانا ما بصش لحاجه اعرف اعمل ايه؟ اهو ادي النيرف بتاعي. راح اعمل دايناميك اقول للعيان لو سمحت ادي دراعك. مع العيان كان دراعك. ادي النيرف بتاعي. راح فين النيرف؟ مط فوق الكوبري. شايفينه اهو. ادي راح العيان تاني راح فين النيرف؟ طب قول له افرد دراعك بقى. شوف هو كان هنا افرد دراعك. راح راجع فين؟ داخل جوه تاني. لو حضرتك حليت مشكله في العيان. سليم؟ لان حضرتك عملت دايناميك. لو حضرتك ما عملتش دايناميك العيان مش خاص. كل العيانين لازم اعمل لهم دايناميك. هو اوريدي 90 هو اوريدي 90 العيان اوريدي عامل 90 عشان اشوفه. فانا هزود من 90 الى الاخر. تمام؟ التركه كلها في الموضوع ان حضرتك وانت بتعمل اوعى ايه تلف. يعني دائما محافظه على الارضتين في الصوره. ان حضرتك لو لوحت ايدك فاصبح النيرف باين بره فولس فحضرتك دايما تركز ان حضرتك تحافظ على العضمتين في الصوره. يسلب هيهرب هيطلع في حته ثانيه هناك تاني ما بقاش على العظم بقى بره فتهيأ لك فولسلي ان هو بقى حصل سليبنج. مش هقول ان هو سليبنج لما شايف العضمتين معايا في الصوره تقريبا وانا بتحرك وانا برجع اهو ادي العظم ولا العظمه الثانيه بتاعتش ما غيرتش حاجه في عينك مرتاح اهو. ها؟ النورمال انه ما يطلعش بره. النورمال انه قاعد في مكانه. ما يسلبش هنا طالع. بص على الصوره اللي قبلها ده هنا بيرجع خدي بالك. ده الصوره الاولانيه اهو اتني بص النيرف رايح فين دلوقتي هيروح فين اهو. بص 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 طلع فين؟ شايفاه؟ ده مش مكانه. اما تقول له افرد يروح فارد يروح راجع لك تاني بيرجع. رجع مكانه. اب نورمال النورمال قاعد في مكانه ما يطلعش. لما يطلع بيتفعس لما يتفعس يتوجع يقول ايه؟ يقول اي سلبت. بتعمل له عمليه بتعمل له فيكسيشن في مكانه تمام او له حاجات ده بتاع الجراح مش تبع. لكن انت بتشخصه العيان تقول له ان عنده مشكله ولا ما عندوش. سهله لو حضرتك ما عملتش الديناميك راح منك الاكزام. يبقى العيان ما تشخصش. اوكي؟